سلام الدراري، صباح بخير، كل شيء مزيان، لاباس عليكم. انا خارج هنا نتمشى شوية. بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي فكرت فيه هاد الايامات و بغيت نبارطاجيه معاكم. هو التأثير ديال كنسميوها البروباغندا. واخا بروباغندا الناس اللي ما عارفينش هي هي نقولوها بالدارجة، هو منين شي واحد تبقى طالق عليك واحد الوقت تبقى طالق عليك تتيقو فريمون، كتسيق داكشي اللي كيقول. بون، هاد القضية تكون كاملة عندنا. نعطيكم مثال. انا في كنت صغير كنت تجيني مصر بحال ميريكان، كتجيني مصر شي بلاد واعرة بزاف، زعما شي حاجة في شكال. علاش؟ حيت الناس اللي عاد، المهم هذيك الوقيتة فين كان عاد خروج البارابور والنيوميريك وما الى ذلك، كانوا بزاف لي شان ديال مصر. المهم غير ام بي سي شان سعوديه، ولكن لي شان ديال مصر اللي كانوا معروف كانوا كاينين بزاف. والمشكله حتى لي شان ديال السعوديه كتلقى فيهم مصريين، تبقاو نسمعوا مصر ام الدنيا وما الى ذلك، وقد تشوف دوك الفيديو الافلام تاعهم والمسلسلات، تبقى يبان لك مسلسلات فيهم الفيلات وداك الشيء كلشي زوين. والمهم انا واحد اللحظه كانت تبان لي مصر بحال زايده بزاف على المغرب في الكاليتي دو في. ومن بعد من دخلت انترنت ودخلت ولا عندنا الحق، ولات تقلب على المعلومه انت راسك بطريقه سهله، اش تلقى؟ كتلقى مصر بلاد فيها 80 مليون ديال الناس ماشي تقدر نقولوا كاع حنا خيب من المغرب كوطي بزاف د الحوايج، ولكن انا بقيت بقى في راسي ان مصر شي حاجه واعره لحد الان. ماشي لحد الان، ولكن اش لاحظت هاد الايام الاخرى، المهم فين وقع داك الانقلاب على السيسي وما الى ذلك، ماشي فين الانقلاب داروا السيسي وما الى ذلك، كلشي كيقول على مصر بلاد المهم قتلوا. شفنا داك فين وقعوا دوك الثورات، وفين طلعوا الاسلاميين مورسي وداك الشيء، وفين المهم دام معاه مات. بون، اش لقيت راسي كنتفرج. المهم كانت عندي واحد النظره خايبه على السيسي، وهاد الايام الاخر لقيت راسي تنتفرج في شي لعيبات تاع السيسي دي زانترفيو وهادي، ومع يوتيوب كنت تتفرج شي حاجه بقيت طلع عليك. وليت كنتفرج فيديوهات بزاف ديال السيسي، واحد الوقيته بلا ما نحس ولا السيسي عزيز عليا، قلت واه تبارك الله السيسي راه خدام لبلادو وما الى ذلك. دونك واخا تاريخ اللي زعما المهم كيفاش جا البوفوار وكيفاش وقع داك المشكل مع الاسلاميين وما الى ذلك، دابا بحال واحد القصه لقيت راسي انا وزعما اللي تنسحب راسي انا ممكن تسحب راسك المهم راك كلكان ماشي زعما عندك واحد لاناليز وعندك واحد ليسبري كريتيك. لقيت راسي ولي تعجبني السيسي بلا ما نحس. دونك هذا هو البوفوار ديال البروباغندا. كاين مثال اخر بحال دابا قناه الجزيره كانت تتبان لينا بحال سورتو في سنوات 2000 وداك الشيء، كتجي بحال في المغرب كانوا اشتراكيين ولا كانوا صحاب، المهم كانوا صحاب المخزن، كانوا هما تيجيو يعطيو الكلمه للاسلاميين والمعارضه واليساريين، تعطيو الكلمه للمعارضه
شنو اللي كتبان لي الجزيره؟ تبان لك الجزيره بحال منبر حر زعما من اجل الحريه والديمقراطيه. او كان ديك القصه الجزيره هي اللي كاين اللي هي النمبر 1 في الاعلام ديال الاخبار في العالم العربي، وكلشي كان يتفرج الجزيره. ولكنني كتعرف ان الجزيره منين جايه؟ الجزيره ديال قطر. دونك القطريين هما اللي مولينا. دونك واحد الوقيته القطريين الا بغاو يعطاكيو اي بلاد كيفرقعوها غير من الاعلام تاعهم. دونك باغ اكزومبل عندهم مشكل مع المغرب، غيطلعوا المعارضه ديال المغرب ويقولوا ان المغرب مقود عليه وما الى ذلك. دونك غادي وبما ان بزاف المغاربه كيتفرجوا في الجزيره غيتيقوا داك الشيء، وعندهم واحد الجزيره عندها واحد المصداقيه. ولكن مع السنوات الاخيره ولاو قنوات اخرى منافسه حتى هي، تلقى دابا ديك بحال تلقى ديك ار تي ديال روسيا، ولا تلقى بي بي سي ديال بي بي سي عرب ديال انجلترا ديال بريطانيك، ولا كتلقى سنان ديال الميريكان تاي عربيه. و دابا بحال عاد بدا كيبان البلان ان كل بلاد كل اذاعه كت كل زعما شان قناه عندها واحد التوجه، دونك حتى قناه مستقله. دونك قطر ولا الجزيره كتبع التوجه ديال السياسه الخارجيه ولا تاع قطر، ميدي ان كتبع التوجه ديال المغرب تاع البوفوار ديال المغرب، ار تي تاع روسيا كتبع التوجه ديال البوفوار ديال روسيا. ولكن الحاجه اللي ضحكاتني بزاف، ماشي ضحكاتني، جاتني غريبه، هي ان في هاد إذا قلنا هاد لي شان يكونوا بحال نقولوا بحال جيش اعلامي لكل بلاد. بحال دابا قطر عندها جيش اعلامي سميتو الجزيره. ولكن القضيه اللي كتضحك ان في هاد الجيش الاعلامي كتلقى شكون؟ كتلقى مغاربه، وكتلقى جزائريين، وكتلقى توانسه، وكتلقى مصريين، وكتلقى سوريين، وكيهضروا ما يقدروش يقولوا شي حاجه ضد قطر. داكو دونك بحال الا كتسمعوا بواحد القضيه تسميهم جيش على المرتزقه، بحال نقول لكم بحال تلقى شي دوله، نقول لك باغ اكزومبل بحال دابا فرنسا عندهم واحد الجيش سميتو لا ليجيون اترونجير. واحد الجيش مناش مكون، ما مكونش من فرنسيين، مكون من الناس من جميع الجنسيات من غير الفرنسيين، تسميهم هذا الجيش اسمه ليجيون اترونجير. دونك كيشدوهم كيمشيو يدافعوا بهم، يمشيو يحاربوا بهم. بحال مثلا فين وقعت الحرب في مالي، هذه واحد الاعوام الاخرى 2015 بحال الوقيته، بحال هاد الاعوام كان الجيش، كان واحد الجيش تيدافع على الرايه فرنسا، ولكن ماشي فرنساويين، بحال تيكون جيش تسمو جيش المرتزقه بعض المرات. دونك بحال هاد القضية كتلقى وحدين كيدافعوا على قطر وكيأتاكيو باغ اكزومبل في بلدان، تيأتاكيو في مصر باغ اكزومبل، وكتلقاه مصري ولكن خدام مع قطر. دونك هذا هو البلان اللي في شكل، بحال فين طرا داك الحصار ديال دول الخليج لقطر، تتلقى صحفيين اللي هما توانسة وهادي ومغاربة وهادي، كتلقاهم في الجزيرة كيعايروا في السعودية وفي الإمارات أوكي وفي مصر. علاش؟ حيت يدافعوا على قطر. وكتلقى بالعكس، تتلقى قناة أخرى بحال العربية اللي تابعة للإمارات كتعاير هي في قطر، ولكن باش كتلقى صحفيين غالبا قليل فين كتشوف صحفيين زعما اماراتيين ولا قطريين، كتلقى صحفيين مغاربه وتوانسه وجزائريين تاعيروا
ولا لبنانيين تيعايروا في قطر. وهذا هو البلان. دونك اللي تبان ليا اللي كتبان ليا مهنه الصحافي مهنه حقيره جدا، ماشي كلشي، ولكن سيرتو في هذوك في قنوات بحال تبان لك خونا لابس مزيان ولابس كرافطة وقميجة ونقي وتيهضر بحال بحال نقولوا هذاك الاتجاه المعاكس. تبان لك كاينش استقلاليه كاع في ديك الاراء تاعهم، تبان لك متابعين واحد التوجه سياسي خصو يبقاو غاديين فيه. وبقيت تنشوف البارح كنت نقرا شي حاجه على الجزيره، الجزيره يمكن تاسست في 96، وبديت ندخل لقطر نشوف زعما قطر شنو هو السيستم بوليتيك تاعهم. جو بونس قراتها في ويكيبيديا، قال لك ما انتي ستان كون دير ستون بحال مناقشي ابسولو، ما فيها لا احزاب، في غير الامير، ما فيها لا داكو. حنا كوميم راه عندنا شي حوايج اللي ما عندهمش هما من ناحيه الديمقراطيه، زعما في الاليه الديمقراطيه المؤسسات وبزاف د الحوايج، و تيسمحوا لراسهم ينتقدوا دول اخرى فريمون، ماشي بحال اللي دونك بحال في شكل دونك غلط. و دونك هذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر لكم عليه، هو ان البروباغندا ديال الاعلام كانت بعض المرات تخليك تيق شي حوايج ودير ديك خويونس لداخل ديالك اللي هي غلطه، واخا تكون انت على وعي، زعما واخا تكون انسان اللي كتفكر بعض المرات وماشي انسان اللي بزاف الناس بايزون في المغرب ولا في بزاف الدول العربيه ما قارينش، دونك اي حاجه شي تيقوها. وبعض المرات واخا تكون قاري وداكشي كتيق داكشي تتيقوه، علاش؟ حيت بكثرت ما شي واحد يبقى يقول لك كل نهار، واحد الوقيته صافي الدماغ تاعك تعيا من دوك الاليات تاع الدفاع والاناليز وصافي كي اكسبتي ديك الفكره. دونك هذه هي الشيء بغيت نبارطاجي معكم. اي دابا شحال هذه كنا تنقولوا ان التلفازه تسميوها هذا بلاك بوكس، واش يسموها زعما انك ترد الناس مكلخه، ودابا التلفازات كاملين جاوا اليوتيوب تاعهم وجاوا الانترنت. دونك ولات نفس القضيه، خاص الانسان يعزل اش كيشوف وياناليزي مزيان اش كيشوف. وواحد القضيه اخرى هي باغ اكزومبل هاد البروباغندا، هي ديك البروباغندا تاع الحرب ديال اكتوبر تاع 1974 اللي العرب قال لك مشاو هجموا على اسرائيل. انا حياتي كامله كنت نصحاب ان العرب ربحوا اسرائيل في ديك المعركه، ولقيت هذه واحد شهرين بديت نتفرج فيديوهات اللي ماشي عربيه، ومن بعد لقيتهم يقولوا اراء اخرى، ودخلت لويكيبيديا العربيه ولا كم ديال لغات اخرى فرنساويه ولا انجليزيه، لقيت هضره اخرى. دابا حنا في راسنا ان العرب هما اللي ربحوا هذيك المعركه وزعما ودازوا قناه السويس مصر، ومصريين كانوا يديروا عليها الافلام وهذه بزاف د الحوايج. اش لقيت ان المهم فين تفرجت في الدوكيومونتير، لقيت ان العرب فري اش داروا، زربوا على اسرائيل. يمكن كان شي نهار عيد عند الاسرائيليين، دونك العرب من سوريا ومن مصر هاجموا بغتة، هاجموا اسرائيل وتقدموا بزاف، تقدموا في واحد 24 ساعه الاولى هي فين اسرائيل انت بحال تزاد مع الزيد ما فهمت والو، مصر دازت ديك قناه السويس سوريا حتى هي جوبونس سوريا اش من بلاصه، ماشي هضبه الجولان، هضبه الجولان يمكن لبنان، هي اللي كاينه في لبنان ولا يمكن كاينه في سوريا. المهم انا مابقاش عاقل بزاف على هاد لافورماسيون، ولكن السوريين تقدموا بزاف واحد اللحظه فين الاسرائيليين رجعوا وزعما قادوا الحوايج ديالهم المسائل تاعهم، رجعوا داكشي اللي عندهم
و او ميم طون رجعوا القناه ديال رجعوا ديك القناه ديال السويس دخلوا ليها وقال لك كانوا قريبين للقاهره زعما وصلوا لواحد النيفو بحال انت داكشي اللي خسروا انت ضرب اش غنقول لكم بحال واحد ضربني بكروشيه بحال شي واحد زرب عليا ضربني بكروشيه انا رديت ليه ثلاث الكروشيات ولكن داك خونا اللي ضربني بكروشيه يقول لك اه انا ضربته بكروشيه فهمتي ما قال ليش راه خذ ثلاث كروشيات من بعد داكور فهمتوا البلان ومن بعد اش وقع الامم المتحده وداكشي قال لهم صافي حبسوا هي اطلاق النار وهي هذيك اللي ترجع اسرائيل رجعت للمناطق تاعها وعاد من بعد من بعد جوبونس في ديك في اش كيسميو هذيك تاع كامب ديفيد ديك معاهده السلام تاع كامب ديفيد اللي مشى فيها انوار السادات و وما الى ذلك عاد هناك اسرائيل قالت لمصر انا غنسحب من سيناء وغادي زعما غادي غادي باش نبقى نكون انا وياك بيس دونك ونديروا واحد واحد المعاهده تاع السلام بيناتنا ما نبقاوش ندابزوا بين اسرائيل ومصر دونك هذا هو البلان ولكن حنا انا في راسي كنت كان في راسي ان العرب فرشخوا اسرائيل في ديك المعركه وهذه ايه علاش حيت البروباغندا كتبقى تهضر حرب رمضان حرب 4 اكتوبر كدا وادي وادي المهم هذا هو الانسان خصو يحاول ديما ينمي داك لي سبري كريتيك تاعو اللي غادي يخليه يعاونو في حياته يخليه يشوف المواضيع والحوايج باكثر موضوعيه دي مانيير بلو اوبجيكتيف بلا ما يمشيو بالعواطف تاعو بل ما العواطف اللي كي كيسيروك في شي حوايج غلطه تبقى في حيت كامل انت غلطه فيهم سوا الدراري هذه لا فيديو هضرت 17 دقيقه علاش حيت هذا الموضوع كان زوين وكان عاجبني دونك هضرت 17 دقيقه دونك سوا الدراري دونك دي لايك اتابوناو وبارطاجيو وكومونتيو تهلاو الدراري بيس